في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأسر الشهداء، نظمت الوزارة احتفالات لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، تقديرا وعرفانا للتضحيات التي قدمها أباؤهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن. وقد عبر أسر الشهداء عن شكرهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على الاهتمام والدعم والمساندة المقدمة لهم، والتي تعكس التقدير كبيرة لأرواح الشهداء. كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير لأرواح شهدائنا والمصابين والأسرهم، وإحنا لن ننساكم أبدا. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن، وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني. في تقليد سنوي تحرص وزارة الداخلية على استمراره تخليدا لذكرى الشهداء، نظمت وزارة الداخلية احتفالات لتكريم أبناء الشهداء من المتفوقين دراسيا في مختلف المراحل الدراسية، والتي تأتي في إطار الدعم المعنوي والاجتماعي الذي تقدمه الوزارة لأسر الشهداء والاهتمام بهم، تقديرا لأرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم استقرار وأمن الوطن. منح أبناء الشهداء المتفوقين كؤوس التفوق وشهادات التقدير وسط مشاعر من الفخر بتضحيات آبائهم الشهداء والاهتمام والرعاية التي تحيط بهم في كل مكان، والتقدير الكبير من القيادة السياسية للشهداء وأسرهم. وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمين جدا بينا، عمرهم ما نسيونا أبدا وكرمونا. أنا اتكرمت في إعدادي وفي ثانوية عامة، دلوقتي بتخرج من الجامعة وكرموني برضو، ففي حاجة حلوة قوي إن إحنا دايماً حاسين في ناس في ظهرنا. وبشكر وزارة الداخلية على التكريم ده وإنهم مهتمين بينا دايماً ودايماً في التكريم، ودايماً الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشكر الشهداء في المؤتمرات. اشتغل على نفسي عشان أبقى حاجة زي بابا الله يرحمه، ولما يجي حد يسأل هو ده ابن مين، ده يبقى ابن الشهيد المقدم محمد زين. أنا عارفك بتسمعني متابعني. بشكر وزارة الداخلية على المجهود العظيم، وكل أب وكل ضابط هنا أب لينا، وكل أسر الشهداء كلنا واحد، وبشكر كل واحد بيعمل في المجهود العظيم ده. بشكر وزارة الداخلية على التكريم ده وفرحانة جدا. حاجة جميلة جدا يعني إن أنا أطلع من الأوائل، وكنت أتمنى إن هو يبقى موجود معايا عشان يشوفني في المكان ده. بحب أشكر الأب الروحي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو دايما دعمنا بدعم أبناء أسر الشهداء وبيدينا دافع ان احنا نتفوق اكتر من كده. وشهدت الاحتفالات حضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والفنانين والإعلاميين الذين أبدوا سعادة كبيرة لوجودهم وسط هذه الكوكبة من أسر وأبناء الشهداء. الناس اللي ضحت ديت تضحيتها ما راحتش هباء، ولادها ما تنسوش، ولادها لسه معانا، ولادها في أحضان بلدهم. أنتوا بتكملوا مسيرة أبهاتكم بالتفوق اللي بيحصل ده، وربنا ينجحهم دايما، وفخورة بأمهاتهم بصراحة جدا جدا. بجد أنا بحس أنها لمسة وفاء رائعة من وزارة الداخلية لأبنائها، وقد إيه تأثيره بيبقى إيجابي على أبناء الشهداء وعلى زوجاتهم وعلى أمهاتهم وعلى أخواتهم. أهاليكم شرفونا ومشرفين البلد، وانتوا بتشرفونا بتفوقكم الدراسي، واكيد هم فرحانين بيكم وطايرين بيكم. بالنسبه لي يعني حاجه كبيره انه الدوله تبقى مهتمه جدا بالاولاد المتفوقين لاسر الشهداء، وحاجه بتحسسهم ان هم لا يعني انتوا في عينينا ومهتمين بيكم. الاب سيرته كانت نظيفه وحلوه وكللها بالشهاده في سبيل وطنه، ابنه بياخد من بعده بيقول لنا انا كمان متفوق. عمرنا ما هننساكم، وهنفضل ان شاء الله طول عمرنا الدوله تدعم ابناء شهدائها، وربنا يكرم كده ونشوفهم اعظم العظماء. انتوا اللي هتكملوا بنا الوطن، وانتوا اللي هتبقوا يعني حجر الاساس للي جاي كله. دايما يا رب من نجاح لنجاح، ودايما متفوقين، وان شاء الله اللي جاي في حياتكم احلى ومستقبلكم جميل، والشهداء في الجنة، وانتوا تبقوا فخورين ان انتوا اولاد الشهداء،
واقول تحيا مصر. انا عارفك بتسمعني متابعني. هذا التكريم لابناء الشهداء هو امتداد لتكريم ابائهم الذين ضحوا بارواحهم فداء لامن الوطن واستقراره، ويعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء، فصبرهم وتحملهم لا يقل بأي حال عن تضحيات الشهداء. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنة حي. اهتمام واضح توليه القيادة السياسية وكذا وزارة الداخلية لأسر الشهداء، هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار هذا الوطن، من خلال تكريم مستمر لأبناء الشهداء لمساعدتهم على الاستمرار في التفوق، وهو ما يؤكد دائما اهتمام الدولة بهذه الأسر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.